قال وزير المجاهدين العيد ربيقة أن الفنانة الراحلة فريدة صابونجي نشأت في كنف نضال رواد الحركة الوطنية وتعد من الرعيل الأول والتحقت بصفوف الثورة. وزير المجاهدين وخلال مراسم تشيع جثمان الفقيدة اليوم بحضور جمع من الشخصيات الرسمية والفنانين أشاد بدورها ومساهمتها في مجالها وحملها رسالة للأجيال من خلال موروثها. المزيد في ميكروفون حسين ديدي. لقد شاءت الأقدار أن ترحل عنا المجاهدة فاطمة صابونجي في شهر سبتمبر سنة 1931 الذي رأت فيه النور، وأي نور، فقد كان وطنها يرزح تحت نير الاستعمار. فنشأت في كنف نضال رواد الحركة الوطنية بما تحمله تلك الفطرة من زخم سياسي وإصلاحي وثقافي، فأدركت مبكرا حقيقة الاستعمار وهي شابة يافعة، وبأن وضعيته لا بد لها أن تنتهي وليله لا بد أن ينجلي، مما أهلها إلى أن تكون من الرعيل الأول لثورتنا المجيدة وتلتحق بصفوفها سنة 1955. رحلة فريدة صابونجي من قامات الوطن في مجالها، حاملة رسالة نبيلة للأجيال بدماثة خلقها ومناقبها وحسن عشرتها، فكل من عرفها أو جايلها أو سمع عنها سيظل يذكر محاسنها وما تركته من موروث خلال فترة التحرير وبناء والتشييد صرح الجزائر الثقافي.